هدى الصدى، أستاذة الأدب الإنجليزي والمقرر في جامعة القاهرة، ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة والذاكرة، وكنت عضوة سابقة في لجنة كتابة دستور 2014. موضوع المرأة والقضاء في مصر من الموضوعات المهمة جدا اللي لجنة الخمسين اهتمت بيها، خاصة في نص مادة 11 التي تلزم الدولة على تعيين النساء في الهيئات القضائية. للأسف الشديد احنا في مصر في القرن 21 ما زلنا بنطالب بضرورة السماح بدخول النساء السلك القضائي. نسبة النساء القاضيات في مصر 0.5%، ولما نقارن ده ببلدان عربية أخرى بنلاقي ان الوضع محزن فعلا. يعني لو قلنا لبنان نسبة النساء في القضاء 50%، في تونس وليبيا والجزائر تقريبا 40% أو أكثر، المغرب 25%، الأردن 17%. فصراحة عيب جدا وغير مقبول اننا نبقى لسه بنقول عايزين نساء أكثر في القضاء. عندي أمل طبعا اننا من خلال هذه الحملة ومن خلال الإصرار على حقنا في التواجد وتواجد النساء في السلك القضائي نصل لتفعيل النصوص الدستورية. احنا برضو لو احتكمنا للدستور هنلاقي ان الدستور غير انه بيلزم الدولة بتعيين النساء في الهيئات القضائية، وايضا في مواد كتيرة جدا جدا طبعا بتؤكد على المساواة وعدم التمييز ضد النساء. في نص دستوري ايضا بيتحدث عن انشاء مفوضية لمناهضة التمييز. دي كلها اشياء من واجبنا انها تتفعل، وكل ده هيخدم طبعا القضية الأكبر وإن يبقى فيه عدالة وفيه مساواة في المجتمع.